زي ما شفنا في الصورة المصغرة وعنوان الفيديو ده، كان أول لقاء حصري ما بين الأستاذ الكبير الفنان عبد المجيد عبد الله، فنان رمز من رموز الفن العربي الخليجي، والمعلم سعد المجرد الفنان المتألق ورمز من رموز الفن في المغرب وفي العالم العربي ككل. وكان اللقاء ده مثمر جدا، وكان حديث عن ديو قادم جديد. نتمنى جميعا هذا الدويتو الجميل ما بين المعلم سعد المجرد وبين عبد المجيد عبد الله الفنان الكبير المتألق، وان شاء الله قريبا نشوف الديو الجميل ده. قبل ما ابدا الحلقه دي، حابب اشكر كل الناس اللي بتتابعني من جميع انحاء دول العالم، شكر خاص جدا من قناه نجم العاصمه. ولو حضرتك اول مره تتفرج على فيديوهاتي، اتمنى تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وانت تحت ما تنساش اللايك الجميل. ويلا بينا نخش على التفاصيل. يكون مع فنان خليجي، راح يكون مع مين؟ مين من الفنانين راح تختار؟ فنانين كثير اصدقائي وكلهم يعني بحبهم من قلبي. اعطينا اسم فنان سعودي او خليجي. كل احب كل، والله احب اعمل معهم ديو كله، والجمهور السعودي كله بيحبك وانا بحبه كله، واحب اقدم تحية كبيرة للفنان ونتمنى حتى انا ندير معاه اليوم استاذ عبد المجيد عبد الله. زي ما شفنا في الفيديو ده، سعد المجرد بعد ما خلص حفلته مع النجمة ملكة الإحساس إليسا اللي كانت في جدة الجمعة اللي فاتت، بيسألوه طبعا مين أكتر فنان خليجي أو أكتر فنان عربي نفسك إن أنت تعمل معاه دويتو غنائي. قال لهم بصراحة أنا بحب كل المطربين ونفسي أعمل معاهم كلهم ديو غنائي وأتمنى ذلك، ولكن ذكر بالأخص الفنان الكبير الأستاذ عبد المجيد عبد الله، لأنه فعلا رمز من رموز الغناء العربي وتاريخ كبير وليه أكتر من علامة فنية وأكتر من أغنية مشهورة جدا وتاريخ كبير ومشوار فني كبير، ورمز من رموز السعودية ورمز من رموز فنانين السعودية الكبار العظام. وطبعا ده شعور متبادل، لأن قبل كده كان صرح الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله في تصريح في أحد البرامج التلفزيونية إن هو قال كلام مؤثر جدا على سعد المجرد من حيث إن هو فنان كبير والوجه المشرق للأغنية العربية، شاء من شاء وأبى من أبى. فده طبعا شعور متبادل ما بين نجمين كبار وتاريخ كبير ومشوار فني ليهم هما الاثنين، لمعلم سعد المجرد وعبد المجيد عبد الله. طبعا فارق الخبرة كبير وفارق العمر كبير وفارق الأعمال كبيرة جدا، ولكن يجمعهم روح الفن، وروح الفن ليس لها عمر ولا لها سن معين، ولكن الاتفاق في الروح الفنية وفي الأعمال الفنية وفي الحب الشخصي جمع النجمين الكبار لمعلم سعد المجرد والأستاذ عبد المجيد عبد الله. مش هطول عليكم الحلقة دي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. تحياتي لكم من قناة نجم العاصمة، احب اشوفكم دايما على خير، ما تنسوش اللايك والشير، وشكرا على الدعم والمتابعة والتعليقات الحلوة الجميلة. استنوني في حلقات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.